والفرشة دي 109. اهي بصوا نعمة ازاي فلافي ومشطورة. بصوا سنة عاملة ازاي اهي اهي. دي تستخدم للكونتور الباودر، حلوة جدا الكونتور عشان بيحدد الوش، فهي رفيعة عشان تعرفي تحددي المكان اللي هتحطي فيه الكونتور ما يطلعش في مكان تاني. معنا الفرشة دي رقمها 127 فلافي برضو. دي مشطورة اهي، شايفينها مشطورة ازاي اهي اهي. دي تستخدم في البلاشر او الكونتور الباودر. معانا الفرشة دي مروحة، دي معروفة طبعا للهايلايت، الهايلايت اللي بيتحط دي طبعا معروفة للهايلايت.